ما هي شجرة الزقوم؟ أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين للناس، يحملون لهم رسالة التوحيد ويعلمونهم شرع الله تعالى الذي ارتضاه لهم، ثم جعل الله تعالى الإنسان مخيرا في دخول الإسلام وإعلان التوحيد، فلم يجبره على ذلك. قال الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ففتح الطريق أمامه ليبصر الهدى والصواب، ثم يختار ما يشاء من منهج. لكن الله تعالى أوضح أن لكل طريق يختاره الإنسان نهاية محتومة بسبب ما اختاره منذ البداية، فأوضح أن عاقبة المؤمن الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، ونعيم لا يفنى ولا ينتهي، وأن الكافر الذي رفض اتباع شرع الله سيلقى شر الحساب والمال في اليوم الآخر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. ولقد أوضح الله تعالى في غير موضع في القرآن الكريم عاقبة الكافرين المستكبرين عن المضي في شرع الله وتحكيمه، فجاء ذكر نار جهنم وأسمائها وصفاتها وذكر جانب من ألوان العذاب فيها. وقد أخبر الله تعالى أنها دركات تناسب درجة السوء الذي وصل إليها كل من يرد فيها. وهذا من كمال عدل الله سبحانه، إذ ليس الجميع معذبون بقدر واحد من العذاب. ومن الآيات التي جاءت تصف عذاب النار قول الله تعالى: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا نذر، لواحة للبشر عليها 19. وقال أيضا في وصف آخر لجهنم: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. وقد جاء هذا التبيان وغيره لحال العذاب في النار ترهيبا للناس منها ومن سوء حالها وحال أهلها، وتقريعا لهم أن يرتدوا على أنفسهم أن يكونوا من أهلها. فصل الله تعالى في كتابه الكريم بعض ألوان العذاب التي تمر على الكفار في جهنم، ومن ذلك عذابهم إذ يأكلون. فقد ذكر الله تعالى أن المعذبين في جهنم يأكلون من شجرة يقال لها شجرة الزقوم، وهي شجرة نبتت في أصل جهنم، جعلت ثمارها طعاما لأهل النار. وقد شبه الله تعالى شكل ثماره بقوله: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وقد أورد الله تعالى هذا الوصف لأن البشر يعتقدون ويظنون أن للشيطان شكل قبيح شنيع، فترسخ تلك الصورة المريعة في أذهانهم، فيكرهون هذه الشجرة وأثمارها، ويخشون أن يتعرضوا للأكل منها. وورد وصف آخر للزقوم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عنها قال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت عن أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ فكانت شجرة الزقوم عقابا وعذابا لأهل النار على سوء ما اقترفوا في حياتهم الدنيا من ذنوب. ومن طعام أهل النار كذلك الوارد في القرآن الكريم الغسلين، حيث قال الله تعالى فيه: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. والغسلين هو صديد أهل النار، وهو في غاية السوء والنتن، أعد لمن ضل عن سبيل الله تعالى زاهدا فيه في حياته، فاستحق أن لا يهنأ في آخرته ولا يرتاح. وهناك نوع آخر من أنواع الطعام السيء الفاسد في جهنم، وهو الضريع، حيث قال الله تعالى فيه: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الضريع هو طعام لا يحقق أي غاية من تناوله، فلا هو أغنى صاحبه من الجوع ولا قدم له الطاقة والنفع عندما أكله. وهناك وصف آخر للطعام ذكر في القرآن الكريم، فقد قال سبحانه وتعالى: إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فكانت صفة الطعام أنه ذا غصة يصعب بلعه والاستفادة منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية الكريمة: ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج. يمر اليوم الآخر على الكافرين بشق الأنفس، يتقلبون فيه بأشكال عديدة من العذاب والهوان، وتتزايد فيه همومهم وغمومهم ليس لها من انقشاع ولا فرج قريب. ومن الأهوال التي تلحق بالكفار التي وردت في القرآن الكريم الذل والهوان وسواد الوجه، حيث قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مؤمنون. ومن الأهوال التي تلحق بالكفار أيضا انقطاع أي علاقة تربطهم مع أهلهم وأصحابهم، وذلك من أنواع العذاب التي تلحق بهم، إذ ما من أحد يرتبط بهم يواسيهم،
بل إن الجميع يتبرأ من بعضهم البعض. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. من الأهوال أيضا خبوط الأعمال، وذلك بمعنى ذهاب أثرها وثوابها. قال الله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. من أهوال يوم القيامة أيضا اليأس من رحمة الله. قال الله عز وجل: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. من الأهوال أيضا حرمان النور يوم القيامة والقبوع في ظلام شديد. فيوم القيامة تغشى الناس ظلمة شديدة، ثم يجعل للمؤمنين نورا يستأنسون به ويتميزون به عمن سواهم، بينما يبقى الكافر في الظلام، كما قال الله تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.